بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الفيديو ده، الفيديو الرابع، هنتكلم عن السيفتي اشورنس، ودي ان شاء الله اخر حاجة هتبقى مش تكنيكال، بعد كده معلومات تبقى تكنيكال. يعني مش محتاجين نأكد على اهمية السيفتي يعني في اي انجينيرينج سيستم، بس هنا بتتأكد عشان العنصر البشري مش موجود، وهنعتمد على الاوتونوموس فيكل في ان هي تاخد قرارات وكده، فلازم نحط كونسترينتس معينه بحيث ان احنا نضمن اقل خسائر في الاوبريشن. ففي منظمه، طبعا هو ال ديبارتمنت اوف ترانسبورتيشن او وزاره النقل يعني في امريكا، جواها اداره تانية اللي هي ناشونال هاي واي ترافيك سيفتي ادمنستريشن، اللي هو ده الاختصار بتاعها NHTSA، حطت زي elements او بنود، هي optional، مش لسه ما حصلش standardization بقى وقوانين او regulation معينة مفروض كل الناس تمشي عليها، دي مجرد حاجة optional عشان الشركات تاخدها زي guidance كده، بحيث ان هي تأكد على elements دي وانها توضح الاليمنتس دي في الدوكيومنتيشن بتاعها او في البروبوزلز بتاعتها او في المانيوالز او ايا كان. فهو مجرد جايدن، يعني مثلا كانهم بتقول لهم ايه، خلي بالكم من النقط دي، او لما تيجوا تطوروا تطوروا في النقط دي، ولما تيجوا المانيوال وضحوا اكتر النقط دي، بحيث ان احنا متفقين على الاليمنتس دي، وكله يعني هو شبه ستاندرديزيشن. النقطة التانية ان هي بتفوكس على من ليفل 3 لليفل 5، وده منطقي عشان ليفل 1 و2 هو تقريبا مش اوتونومس اصلا، يعني هو مجرد اسيستنس، انما الاوتونومي نفسها بتبدأ من 3، من 3 و4 و5 يعني. فهي دي المشاكل بتبدأ تيجي منها يعني. فهنتكلم عن الاليمنتس. هو الاليمنتس هي حاطين 12 اليمنت، مش هنتكلم عليهم كلهم، هتكلم عن جزء منها، والباقي هيبقى موجود في اللينكات اللي عايز يستزيد يعني. دول انا يعني شايف ان هم اهم يعني، او فيهم معلومات كتير. اول حاجه هي طبعا هو كل اللي احنا هنقوله ده، المنظمه دي بتقول لازم يحصل assessment وtesting وvalidation وdocumentation كويسه للحاجات اللي هنقولها دي. فاي حاجه مفروض الحاجات دي الشركات مطالبة ان هي تعمل لها assessment و testing و validation و documentation. اول حاجة ال ODD، احنا اتكلمنا على ال ODD قبل كده، ال ODD اللي هو operational design domain، ان هو الشركة مفروض توضح بشكل تفصيلي ال ODD بتاع العربية، يعني العربية دي ينفع تشتغل فين، او هتبقى سيف وبتشتغل بكفاءة في انهي ظروف بالظبط. التفصيلات بقى يعني، ما دي تعريف برضو عام شوية، التفصيلات الرود ويز تايبس بتاعتها، يعني مثلا هل هي في الضواحي مثلا، ولا في الهاي ويز، ولا في ايه بالظبط. فلازم نحدد الطرق اللي العربية دي ممكن تمشي بيها، والجيوغرافيك اريا اللي هو، طب في المدينة، طب في حاجات وعرة، طب في الصحراء، طب في حاجات مفيهاش لينز اصلا، طب طرق مش ممهدة، وهكذا. السبيد رينج طبعا، اللي هو طب في اللو سبيد والهاي سبيد، والويزر، الويزر بقى طب الصبح طب الليل، وهكذا. الكونديشنز المحيطة بيه، الانفيرومنتال كونديشنز، لازم تتحدد بحاجات كوانتيفايد برضو، يعني اللو سبيد وهاي سبيد موجود فيه سرعة، فيه ثريشولد كده، قبليه يبقى low speed وبعديه يبقى high speed وهكذا. ده بالنسبة لل ODD. بعد كده ال ODD احنا قلناها في ال levels تقريبا بتاع ال autonomy. بعد كده من الحاجات طب ايه اللي هيجيب ده في ال safety assurance، يعني او التحديد ال ODD ده ازاي هيأثر على ال safety assurance، ان انا لو انا حددت ال ODD بشكل كويس هستعمل عربيه بشكل، يعني انا مثلا لو المانيوال بيقول ان انا ما امشيش في الطريق الفلاني، فانا مش هشغل الاوتو بايلوت مثلا او ايا كان في الطريق الفلاني. فده لما احدد بشكل كويس او بشكل واضح،
هيؤدي الى استعمال الفيكل بشكل امن يعني. بعد كده اختصار التاني اللي ممكن نشوفه تاني اللي هو الـ Object and Event Detection and Response اللي هو OEDR، ده يبقى جزء من الـ ODD. يعني انا خلاص حددت الدومين اللي العربية دي هتمشي في الطرق الفلانية والوزر الفلاني والأوقات الفلانية. طب وهي ماشية بقى في الدومين ده هيقابلها حوارات يعني، او هيقابلها events مش متوقعة او مش نورمال، هي المفروض تبقى متوقعة يعني معمول لها documentation مش نورمال يعني. فمفروض ان العربية جوه الدومين ده اللي احنا حددناه في الاول مفروض تقدر تتعامل مع ايفنتات معينة محددة مسبقا يعني، وobjects معينة لو ظهرت لها في اثناء الاوبريشن. لو فصلنا اكتر في موضوع الاوبجكت والايفنت ديتكشن، ان انا مثلا هديتكت الاذر فيكلز تمام، لازم لو مثلا جنبي فيكلز معينه او فيكلز بتعمل شويه مانوفرز جنبي لازم اقدر اعمل لها ديتكشن، او اعرف اعمل ديتكشن لاي اوبجكت مثلا زي الحيوانات اللي ممكن تظهر فجاه في الطريق اول مره، او objects جماد ممكن يكون حجر او ايا كان يعني. ممكن برضو لازم تحدد الحاجات مش متوقعة زي ال emergency vehicles، ممكن عربية اسعاف مثلا لازم تعرف ان دي عربية اسعاف مش مجرد vehicle. ممكن برضو تكون ال work zones لو في بقى حفر بقى او طريق مقفول او بيبدأ يضيق في حارة معينة لازم ابدأ اتعرف على الحاجات دي، او لازم الشركة بتقول ان هي العربية دي بتعرف تتعرف على ده. لو ما بتعرفش تتعرف عليه هي لازم تقول بتعرف تعرف او لا، عادي ممكن تكون لا ما بتعرفش بس اكون الموقف واضح يعني هل هي تتعرف ولا مش تتعرف وهكذا. في ايفنتات برضو ممكن اكتر تعقيدا ان شرطي مثلا واقف عمال يوجه الطريق لجزء معين، فهو مثلا عمال يشاور بايديه فهو لازم يعمل بيرسبشن للحركه دي، هو مش هيبقى فيه مثلا مش هيبقى مجرد ساين او علامه عليها سهم، لا ده هيبقى راجل وتقدر تفهم المفروض الايفنت ده هل العربيه بتعرف تتعرف عليه ولا لا. وزيه طبعا لو في عمال برضو بيوجهوا او بيكنترولوا الترافيك. ده جزء او يعني دي امثله على الايفنتات اللي ممكن العربيات تواجهها بدون ما يعني ما تواجهش كتير او هي مش في النورمال درايفنج سيناريو يعني. فلازم الشركة تحدد موقفهم ده عشان برضو ده هيأثر على السيفتي بتاع العربية. لو انا عرفت ان هي العربية دي بتعرف تتعامل مع المواقف دي ولا لأ هعرف استعملها بشكل ايه يعني. طب خلاص انا بقى في النورمال درايفنج دي حاجات برا النورمال درايفنج. في النورمال درايفنج مفروض اعمل تستات وفاليديشن بحيث اتاكد ان العربيه بتعرف تبقى موجوده في اللين بتاعها ما بيحصلش دريفت يمين او شمال، وبتمشي على قواعد المرور لو في اشارات او في ساينز معينه بتقف عليها وبتتبعها، الاتيكيت بتاع الطريق اللي هي اللي بيسموها ان سبوكن رولز بقى اللي هي ما بتبقى هي مثلا لو في ممكن الاولويه في اللينز مثلا لو انا هخش هل مثلا لو في عربيه جايه فهستناها شويه هستناها بقد ايه، طبعا الاشارات قد اشاره وانا داخل يمين داخل شمال وهكذا. برضو لازم تعرف تتصرف في لو حصل مشكله في عربيات تانية، فلو قابلت مثلا حادثه ولا حاجه طيب هتتصرف ازاي، برضو لازم نحدد ولو حددنا لازم نعمل فاليديشن للموضوع ده. بعد كده ده بخصوص النورمال درايفنج، والنورمال درايفنج ده جوه الاوبجكت ديتكشن اند ريسبونس. بعد كده الكراش افويدنس كابابيلتي، لازم الشركه توضح العربيه دي بتعرف تافويد الكراشز لغايه قد ايه، اللي هما بيسموها الـ pre-crash scenario. يعني هما محددين بعض المواقف المحتمل
يحصل فيها كراشز، فهي المفروض تحدد مسبقا المواقف اللي العربية تعرف تتصرف فيها. من ضمن دي يعني مش كلهم الكنترول لوس، لو حصل أي فقدان للسيطرة على العربية، هل العربية تعرف تتصرف وترجع تاني تكنترول العربية؟ هل مثلا لو في لين تشينج او ميرج، مثلا لو عربية جت في اللين بتاعي او انا رحت اللين تاني، هل العربية مصممة بحيث ان هي تأفويد اي كراش ممكن يحصل نتيجة المانوفر دي؟ ولو مثلا انا بخرج من طريق او بدخل في طريق اللي هي الخروج والدخول يعني عن طريق لو في فتحة او واصلة او ايا كان، برضو لازم العربية تكون مهيئة او مصممة ان هي تأفويد اي ايفنت ممكن يحصل اثناء المانوفر دي. برضو مثلا المانوفرز بتاعت اللو سبيد، الباكينج لو انا برجع بظهري، او الباركينج، هل العربيه مصممه ان انا لما اجي اعمل بارك تاخد بالها من، او يعني ما تخبطش في العربيات اللي هي بتركن جنبها او في الرصيف او ايا كان. هل السيناريوز دي لازم الشركه تكون عامله ديكومنتيشن للسيناريوز دي، او السيناريوز اللي العربيه تعرف تتصرف فيها وتافويد فيها الكريشز. ممكن نبص على هنا في بعض السيناريوز، هنا في سيناريوز كتيرة قوي يعني، وفي تايب بتاعها. ف يعني المفروض الشركة هتقول خلاص انا مثلا في 4 5 سيناريوز من دول انا هغطيهم، او انا بعرف اتصرف فيهم وما اخبطش او ما اعملش اي كراش او ما يحصلش اي هازرد وانا بنفذ المانوفر دي او السيناريو ده. فهنا مثلا في حوالي 37 او 36 سيناريو، وفي بعد كده ده طبعا البي دي اف دي هتكون في اللينك. ده كده احنا اتكلمنا عن الاوبجكت اند ايفنت ديتكشن اند ريسبونس. بعد كده الاليمنت الثالث اللي هو الفول باك، الفول باك او اللي هو المينيمال ريسك كونديشن، ان العربيه لو حصل اي مشكله ترجع لوضع سيف. دلوقتي في مشكلتين، ان العربيه نفسها تعرف ان في مشكله، يعني يعني الكمبيوتر يعرف ان هو مش شغال كويس، ودي يعني المفروض مش حاجه سهله يعني. المفروض يديتكت ان في مال فانكشن في السيستم، او يلاقي مثلا ان مش عارف ياخد قرايات او حصل بلوك معين او ايا كان. فاول ما يديتكت ان السيستم حصل فيه مال فانكشن او ديجريديشن بقى للبرفورمانس، يبدأ يخلي العربية تروح للمينيمال ريسك كونديشن. من امثلة، هو طبعا بيعتمد على الموقف اللي انا فيه، بس من امثلته ان العربية هتبقى توصل لسيف ستوب، يعني تركن على جنب كده وتوقف وتشوف بقى لغاية ما الدنيا تتحل. مش ده دايما اللي هيبقى صح، عشان لو مفيش، ما ينفعش اقف على جنب مثلا، هو طريق ضيق او ايا كان، او مفيش كلهم اكتيف لينز ومش عارف اركن على جنب، قد يكون ان احنا ناخد مثلا يمين ونمشي على سرعة هادية جدا. فهي بتختلف بحسب الوضع اللي احنا فيه. الشرط التاني او امتى كمان ارجع للمينيمال ريسك كونديشن، هو ان انا اوتسايد الاو دي دي. الاو دي دي انا خلاص انا باوبريت في ديزاين في دومين معين، فالعربية بشكل ما يعني حصل ديتكشن ل ان احنا بقينا بره الدومين، مثلا كان المفروض تشتغل بالنهار وفجأة ما لقيتش الدنيا، ما بقاش فيه لايت كافي ان هي تتعرف على او تعمل بيرسبشن للانفايرمنت حواليها. فمثلا العربية حست ان احنا بره الاو دي دي، او مثلا بقى فيه ضباب فما فيش، بشكل ما حصل ديتكشن ان احنا بره الاو دي دي، فلازم العربية ترجع للمينيمال ريسك كونديشن. المفروض يبقى محطوط مينيمال ريسك كونديشن لظروف كتير، لو انا مثلا في على سرعه عاليه هعمل كذا، لو انا في طريق سريع هعمل كذا، لو انا في عند اشاره هعمل كذا، وهكذا.
ده بالنسبة للفول باك برضو لازم يحصل documentation و validation للفول باك. طب هل هتتصرف صح في الظروف المعينة دي وأعمل statement للمواقف بشكل تفصيلي عشان الكاستمر يعرف يستعمل العربية كويس. بعد كده ال element الرابع ال cyber security. اللي فيه cyber security مش محتاجين يعني هو لو حصل أي attack على السيستم بتاع العربية، لو مسح سيمي كولون أصلا مثلا بس يعني خلاص العربية ممكن تتصرف بشكل مختلف تماما عن المتوقع. فالسايبر سيكوريتي مهمة جدا إن الشركة تبذل مجهود وتبذل وتحط جهودات يعني في إن هي تحمي السيستم بتاعها ضد أي هاكس أو أي أتاكس. بعد كده الإليمنت اللي بعد كده البوست كراش بيهيفير. البوست كراش بيهيفير طب خلاص لا قدر الله حصل كراش او حصل اي مشكله، ايه الاجراءات بقى بعد كده؟ في اجراءات بتزود السيفتي ان هو ان انا خلاص هقفل، لو هي فيها مش بالكهرباء لو هي لسه بالفيول هقفل الفيول بومب عشان ما يحصلش اي انفجار ولا حاجه. وبرده هرجع لو هي لسه يعني بتمشي او لسه واخده سرعه يعني هرجع للسيف بوزيشن. هي زي المينيمال ريسك كونديشن زي اللي قبليها. هشوف مثلا لو هي عملت حادثه في وسط الطريق طب هركن على جنب وهكذا. لو في لو هي بالالكتريكال باور هعمل ديس انجيج للسيستم. الرابعه بقى ودي المفروض يعني ان شاء الله في المستقبل ان هي هتعمل كوميونيكيشن بقى لو في مثلا اوبريشن سنتر او لو انا المفروض ابلغ جهه معينه مسؤوله عن الحوادث فهبدا السيستم بنفسه هيعمل فيدباك للاوبريشن سنتر ده بحيث ان هو هيبدا بقى يعمل كوميونيكيشن بقى لبقيه العربيات يعني وهيقلل بقى ان العربيه التانيه تخبط او يقلل الزحمه او يقلل هكذا. دي هتبقى تزود جدا السيفتي. بعد كده الاليمنت داتا ريكوردينج. الداتا ريكوردينج ان يبقى فيه ريكورد اثناء ما العربيه ماشيه هينفع جدا في الماشين ليرنينج. بعد كده العربيه تتعلم من بعضها ولو حصل كراش لا قدر الله نعرف سبب الكراش والانفستيجيشن تحسن تعرف سبب الكراش وتحسن او تزيل السبب ده بعد كده. يعني مفيد جدا الديتا ريكوردينج. سبعه او الاليمنت اللي بعد كده هو الكونسيومر اديوكيشن والتريننج. هو برضو مهما كنا عملنا من سيفتي ومهما السيستم كان فول بروف يعني لو الكاستمر معندوش الوعي الكافي او ان هو بيستعمل استعمال خاطئ واحنا عاملين نقول طب هو بقى لازم يشغل اوتوبايلوت في الدومين المحدد ليها ويعرف الايفنت اللي العربية بتعرف تتصرف فيها. طب ما هو مين؟ ما هو الكاستمر ده. فالكاستمر ده لازم يكون عنده وعي كافي وعنده تريننج كافي ان هو يعرف يستعمل الاوتونوموس فيكل عشان ما يأذيش نفسه وما يأذيش اللي حواليه. بعد كده الفيدرال ستيت واللوز وهكذا ان العربيه الشركه لازم تتاكد ان هي بتنفذ القوانين او بتمشي على حسب القوانين وهي هتبرمج القوانين عليها. طبعا بقى السبيد ليميتس والساينز وهكذا. النقطه دي كان في تيتش اوت تبع جامعه ميشيغان. التيتش اوت ده كويس جدا بيناقش بقى الاورجنايزنج لوز. طب بس دي اوبن يعني اوبن توبك لسه ما طبعا ما تحددش. لا حصل كراش بقى طب مين اللي هيبقى مسؤول؟ طب يعني الشركه المصنعه طب ولا اللي سايق ولا مين بالظبط؟ يعني موضوع مفتوح ويعني بشجع لو حد عايز يستزيد منه يتفرج على التيتش اوت. التيتش اوت ما هتبقى موجوده في اللينكس. بس هو طبعا في حاجات تانية عشان نكمل 12 بس هما دول شايفهم مهمين وبعد كده سهل القرايه فيهم يعني الباقي.
هيبقى موجود في اللينكات. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الموديلنج، خلاص بقى هيبقى في بعد كده نخش في الموديلنج. لو في اي حاجة مش واضحة، في اي تعليق، اي حاجة ممكن تقول في الكومنتات، ومع السلامة.